والمتابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية. عودة مرة أخرى إلى الزميلة فاطمة خليل. شكرا إلهام وياسر، وأهلا بكم مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الاثنين طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلاً طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غداً على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 18 الصغرى 9، الإسكندرية 17-10، مطروح 17-10، بورسعيد 17-9، الإسماعيلية 18-10 وجوها مائل للبرودة. أما السويس 17-11، العريش 17-9، طابة 21-13، شرم الشيخ 24-15، الغردقة 25-15 وجوها معتدل. أما الأقصر 29-13، أسوان 30-12، الوادي الجديد 28-10، شلاتين 28-13، حلايب 26-13 وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.